السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة جديدة. بهذا الفيديو راح نلعب لعبة احتلال المريخ أو أن يجونا إلى المريخ أو راح نسافر للمريخ بمعنى آخر. راح أشرح لكم كل تفاصيل اللعبة إن شاء الله ونحكي عن هاللعبة، جدا ممتعة. صار لي تقريبا يومين ما نزلت عن فيديوهات بسبب إنه كنت عم بحاول أفهم اللعبة، لأن اللعبة جدا 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 ممتعة صراحة. بس طبعا هي ما تسوي مستوى لعبة أي سيرفايفر، بس ما توصل مستوى لعبة المحاكي المزرعة، لأن هذيك محاكي، أما هون لعبة سيرفايفر. فاليوم راح نلعب هاي اللعبة إن شاء الله. وهلا خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. طبعا هي اللعبة موجودة من إيبك جيمز، خلينا ندخل. طبعا هي اللعبة شوي صار قديمة، صارت تقريبا من 2018 طلعت، بس أنا حصلتها من إيبك جيمز، نزلت من فترة مجانية فحصلتها، فما كنت فاضي ألعبها صراحة يعني، بسبب إنه شوي كانت إنجليزي وما كنت فهمان الموضوع. المهم نيسا، فشفت الشباب وكان عم نزعوا في، يعني كتير شباب من اليوتيوبر المشاهير منزلين لعبة محاكي الانتقال المريخ أو الناجين المريخ. بس نظام اللعبة هنيك شلون، بتنزل مع مجموعة من البشر ومعك فترة معينة أو خلال أول يوم لازم أنت بتحولهم تعملهم المقومات الأساسية حتى يبلشوا حياتهم، تمام؟ أما هاي اللعبة نظامها مختلف تماماً. أنت رح تروح أول شيء ببعث، طبعاً هون أونلاين أنا عم بلعب اللعبة، تمام؟ رح تروح بعثة، رح تروح أول شيء تبعت أنت، تروح تاخذ روبوتات، تاخذ أجهزة إلكترونية، وتروح تجهز بنية قاع، يعني تجهز البنية التحتية للناجين، وبعد فترة تطلب الناجين. بس هون اللعبة شلون الليفل الصعوبة فيها أعلى من هذيك اللعبة، تمام؟ اللي هن عم بيلعبوها هنيك، خلاص انت من اول يوم، يعني حتى واحد قال خلاص انت من اول يوم نفذت خالص. اما هون لا، انت ممكن وممكن انت بنص اللعبة بيموتوا معك الناجين. وفي نقطة جدا مهمة حسب ما قرأت عنها، ويعني خلال الفترة كلية تعلمت عليها، مو بس الفترة الأولى، يعني هنا شوف، أول شيء بتروح بتسوي قاعدة، يعني هي القاعدة بتاكل معنا يمكن 4-5 أيام لحتى نخلصها كاملة، تمام؟ بعدين رح نبلش نجيب أول دفعة من البشر، بعد ما نجيب أول دفعة من البشر حتى هن يكونوا غير مثقفين، ناس عاديين جدا، يعني حتى نجربهم حيعيشوا. وطبعا خلال فترة حياتهم، خلال فترة تقريبا هن حاطين لازم يمر 10 أيام على كوكب القمر، على كوكب المريخ. 10 أيام ما يعادل اليوم العادي بالنسبة لنا، تقريبا يمكن العشرة بيطلعوا يمكن 22 يوم حسب ما اتوقع، هيك شيء او اكثر او اقل، ما نتاكد بالضبط، لان هي دورته شوي مختلفه عن دورة الكره الارضيه. المهم، فنحن لازم نحافظ على هاي المده موجودين في كوكب المريخ، احافظ عليهم. وحسب ما نون كاتب لي، اذا فضلت وجبت ولد وقدرت تربيه، يعني خليه يمر يوم او يومين بحياته موجود هنيك في كوكب المريخ، فانت تكون عملت انجاز جدا عظيم وتاخذ عليه هديه. المهم رح نبلش هلا بالفيديو. مثل ما قلت لكم، هذا الحكي كله رح يكون بعد 4-5 فيديوهات، فرح تشوفوا شوي التفاصيل جدا كتير ومعقده لدرجه انه بوم عصاك، تمام؟ اول شيء رح اشرح لكم بدايه، طبعا هذا الفيديو رح يكون طويل شوي، الفيديوهات الجايه ان شاء الله رح اقصر لكم اياها، يعني هذا رح اتوقع رح يوصل على 20 دقيقه رح اخليه، اللي بعده رح اقصره لان هون في اكثر شيء شرح رح اشرح لكم. طبعا في هون مثل عم بيحكي لك انه هون في مابات موجوده عندهم بايبك جيمز، خليني اورجيكم اياها. شوفوا مثل ما لكم شايفين هون اللعبه في لها مودات موجوده. شوف هون مثلا، هون هذا الاصدار الاساسي، في عندك هون عدة مودات موجودة، انت بامكانك تجرب المود اللي يعجبك تلعب فيه. يعني هي لعبة جدا جدا قوية، حتى حتشوف تقييم القوة النقاد على موقع اوبن ستريت قوية، يعني اللعبة جدا جدا خرافية صراحة، احلى من اللعبة اللي عم يلعبوها صراحة، لانه بتحكي معك واقع، ما بتحكي معك شيء غير واقعي، وفي عندك كوارث وفي عندك كثير اشياء. يعني هلا انا كنت عم بلعبها من 3 ايام، كنت عم بلعبها على مستوى الليفل السهولة وصعب جدا عم بعيش. قمت رحت رفعت لعبته هون، شوفوا في هون مود اسمه تشالنج مود، يعني هو مود التحديات، وهيك عاملين انه مع غير طيارتين او مركبتين فضائيات، وسيستم كتير صعب، وزراحت بتطول لترجع، وزراحت ووزن ما في، والماليه جدا ضئيله. اما هلا هون نحن اللعبه اللي بنلعبها كثير الميزانيه مفتوحه لنا. تفاصيل الشاشه هون ما راح اهتم فيها، راح ندخل فورا على نيو جيمز ونحكي شو هي التفاصيل بالنيو جيمز. اول شيء هون عم بيقول لك الرحله الفضائيه ايش راح تكون، انترناشونال فضائيه، يعني راح تروح مهمه فضائيه عالميه، وانت تقدر تحدد الدوله اللي بدك اياها من هالدول الموجوده. طبعا هون مكتوب هون معلومات اساسيه مي مهمه، في عندك هون شويه تشالنجات، ممكن انت شغلات بتضيفها تحديات او بتضيف شغلات للجيم انه تكون لك اسهل، مثلا بتضيف مثلا مثل هون ما بدي كوارث، مثل هون بدي التصنيع يكون انتاجيه اعلى، عرفت شو؟ بس ما حترك انا كل شيء مثل ما هو،
لا تصير بايخة يعني، ما يعني هي very easy ولسه بدها صغيرة easy لا عاجبك فيك. فرح أترك أنا هذا الضبط كليته بس عم بقولكم يعني هون معلومات عادية جدا، بس هي أهم إشي إنه تحدد الشغلات اللي بدك إياها تتعدل بالمستقبل. فأنت إذا بدكم إذا عجبتكم اللعبة إن شاء الله، لأني بعرف هذا الفيديو لعبة جديدة ما راح تجيب 20 أو 50 مشاهدة، بس إن شاء الله بالفيديوهات المستقبلية لما تتعرفوا على اللعبة وتفهموها راح تعجبكم جدا صراحة. أنا يعني أول ما لعبتها أول مرة ما عجبتني، بس بعدين أوه والله توب. وفي نقطة جدا مهمة إنه تخليني أسيف اللعبة، راح أسيفها أنا وألعبها لحوالي وبرجع سيفها مرة تانية تسيفة منفصلة، وبضل أفرجيكم بالفيديوهات أنا إيش عم بعمل بتقدم، بس ولكن أنا رح ألعبها بتسيفة منفصلة مشان أفهم إيش حيكون بالمستقبل عم يستنانا. تمام؟ طبعا هون أول شيء طبعا طوب لك هون نسينا شغلة نحدد نوعية إيش اسمه. هون في عندك هون اللوجو أنا نسيت أغيره فرح أحط، فهون عندك مجموعة الدول مجموعة لوجيات اللي انت اللوجو اللي انت بتحبه. فنحن رح نكون الناجي رح ناخذ فاميلي فوليوم، لا ما بدي قوة العائلة او قيمة العائلة، لا ما بدي خلاص انا هذا عجبني جدا هذا اللوجو رح اختاره، انا نسيت قبل شوي اقولكم عليه. طب تمام هلا احنا جينا القائمة الثانية. القائمة الثانية احنا عندنا في مركبة الفضائية لها كل مركبة لها وزن، طبعا انا عم اسمح لي بكل جيم اللي خمس مراكب فضائيه اذا كان في كوارث ماشي على الكوكب المريخ وقالوا لي بعثوا لي رساله انه راح ممكن الطياره اذا نزلت ممكن تتدمر، ممكن تتدمر الموارد، ممكن انه الطياره بتكب الموارد وتنزل لك سليمه وممكن بيروح كل شيء، فانت وحظك بالكوارث اللي عم بتصير. بس المهم راح يتوخ خمس مراكبات فضائيه او خمس مكوكات. المكوك وقت يطلع من الارض بيصل للكره للمريخ ما بيقدر يرجع، فانت لازم تشحنه بالطاقه وترجعه. فاليوم هي الخطه، بس اليوم رح نروح ناسس نبني بنيه تحتيه لحتى المكوك الفضائي يرجعه على الارض وبس. فبدايه نحن عندنا هون تقريبا يمكن 124 طن او 25 طن بقدر يشيل الصاروخ. الماليه المعطينية تقريبا 26,690 مليون، يعني 26 مليار. تمام؟ مو بليون، مليار. طبعا هون اول اشي في عندك هون بيعطيك هاي المركبة، هاي الاولى بتساعدني لتصنيع تصليح المراكب رح احتاجها. هاي الماكينة بتساعدني في تصنيع المي او تصنيع الوقود اللي رح يطلع معي بالمهمات. طبعا هي كمان رح تحتاجها، هلا رح نضيفها بس ثواني في شغلات رح ازيلها مثل هاي المي مهمة. هلا شوف هاي الباور ما بديها، بدي اخذ هاي بس خلينا ننزل شيء تاني. مثل هاي المركبة، هي المركبة بتفيد في عملية النقل العمال حتى يصيروا يشتغلوا رح اتركها، بس هي ماكينة الكشف حاليا ما لي بحاجة لها، فلذلك رح اروح اجيب هاي لان هي المركبة اهم بكتير. بقدر اركب اثنين، لا انا بدي اخذ من هاي المركبة اهم من هذيك المركبة لسه. هاي الماكينة بتصنع المي، هاي بتصنع الوقود، فممكن مجرد ما بعته خالص، بس انا بدي اجهز مشان استقبل الناجين، فالانتاج المي كتير ضعيف وفي عندي استهلاك مي. تمام؟ طبعا بالاول ما في استهلاك مي غير المكوك الفضائي، بس بعدين بصير عندي استهلاك مي لغير اشي. هلا هون هاي المركبة بتفيد للاستكشاف، بس ما لها مهمة كتير حاليا بالوقت الحالي، يعني هلا بالبداية ما لها هي اهمية. هاي بتفيد انه بيطلعوا فيها 8 روبوتات لما الصاروخ بيطير، هو وحدة التحكم تبع الروبوتات يكون لما الصاروخ يطير يصير هو الوحدة التحكم. فرح اترك وحدة نحتاج لها حاليا، او في مكان مثلا تروح خارج نطاق الصاروخ فتحتاج انت لمركبة بتسوي مركز تحكم للروبوتات الصغار بالبداية، بس بعدين بصير الشيء مختلف تماما. هون هاي الماكينة بتشتغل على مبدأ مثل حمالة، بتروح محل ما في معادن بتجيها وتجي حتى لو مكان بعيد ما في مشكلة، غير الروبوتات، الروبوتات في من ضمن نطاق معين بيفتوا بس بيجيبوا لك اللي بدك اياه. هون عم يعطيني هني اول ما حبلش انزل بست روبوتات، تمام اتس اوكي نو بروبلم. هون عم بيعطيني انه في الكونستر، هاي المواد البناء ما بتهمني، الميتيريا موجودة هنيك اساسا بكثير، الفود حاليا ما لي بحاجة فيه لان ما معي ناجين او ما معي اشخاص ما معي بشر. هون البلورم البوليمر، البوليمر هو نقطة جدا مهمة رح لكم عليها جدا، جزء تسمع كلمة بوليمر البوليمر، حتى أنا من كثر ما سمعت كلمة بوليمر إيش هو البوليمر؟ البوليمر هو المواد العضوية والغير العضوية والمعادن العضوية، يعني أي إشي بيدخل في المواد العضوية مثل البلاستيك أي إشي يكون مواد عضوية أو غير عضوية، أو أبسطكم يعني كل شيء خارج الحجر والحديد والحديد والأكل والإلكترونيك هو بوليمر. كل المكونات بوليمر، بلاستيك هو اكثر شيء بلاستيك شفت فيه. المهم هي المكونات البسيطه هي داخلك ليها.
المهم بعدين بنروح على المادة اللي اسمها ماشين بارتي، اللي هي تجي قطع الماكينة أو قطع ماكينة بيجوا هدول نفس شكل قطع الماكينة، بس ما نحتاج، أنا بحتاج أكتر شيء للبوليمر، لأن البوليمر هناك بحكون إنه حاجة له جدا جدا كبيرة. الكوترونيك 10 بيكفي. إيش هاي؟ ما فهمت إشي، ما عرفت إشي بالضبط تماما. نحن عنا صار فظلت حاليا ميزانيتي تقريبا 27 مليار و350 مليون، هيك ادق وصف، لانه هن كاتبين 27,350 مليون، بعدين تجيك 6 اصفار، يعني 27 مليار و350 مليون ضل عندي ميزانيه لاطلاق الصاروخ. ولا نعمل نيكست ونطلع بالصاروخ؟ طبعا نجي لاصعب جزء، واللي هو تحديد موقع هبوط الصاروخ او المكوك الفضائي على كوكب المريخ. مثل ما انكم شايفين الكوكب عم يمشي، ما راح يوقف ابدا. في عندك هون مفرط ارض، لك هون عده اماكن موجوده، هون معطيك المثال الحجر او المي والموارد الموجوده فيها بشكل عام كلياتها. بس ولكن انا في شيء جدا مهم كنت عم بدور عليه، عم بحاول لكم اياه، اللوكيشن. اللوكيشنات كلها بتيجي عباره عن ايش؟ منطقه جبليه، منطقه منخفضه، منطقة جبلية. إذا أنت نزلت بالمنطقة المنخفضة تكون هي أكثر شيء متيرية فيها كل شيء، بس ولكن إذا صارت عاصفة صار شيء أكلت هوامتي، وإذا صرت بالمنطقة الجبلية صرت بمكان ضيق. يعني شلون ما بعرف، فراح نحاول ونجرب حسنا. راح أحاول أنا يعني هذا راح أجتازه، راح أحاول أن أدور على لوكيشن جدا ممتاز قبل ما أبلش اللعبة، حتى يكون بداية موفقة إن شاء الله معنا، حتى لو كانت مثل ما يقول بور المنطقة ما فيها أي شيء نستفيد منه. طبعا انتو لان معلومة جدا مهمة انا ما كنت منتبه عليها، هون في عندك موجات، فانت اذا كل لازم هدول على اليسار بيكونوا ناقصين وهدول زيادة، كل ما صارت هيك العملية كل ما صار افضل. يعني شوف هلا 2 بواحد 2 بواحد، لا مندور على واحد واحد، لا هون واحد واحد 2، يعني شوي هون، يعني ها هون يعني نفس حكايتها، هون كله مثل بعضه. حلو، هذا اللوكيشن اتوقع جدا جدا ممتاز، رح نجرب ونفوت عليه لنشوف ايش رح الله ييسر علينا. ان شاء الله يكون اللوكيشن ارض ساويه، لان اذا ما ارض ساويه مصيبه جد مصيبه. شايفين شلون كل هيك لوكيشنات؟ جبل، وادي، جبل، مستحيل. لا رجع المنيو، رح ارجع المنيو وارجع عيد تكوين الصاروخ من اول وجديد من كل شيء. اختارينا ماب، طبعا الماب هاي اجت شغفتين، شايفين شغلت فيها جور، يعني ما لها احسن من الباقي بس اتس اوكي، يعني نمشي حالنا فيها صراحة. راح اول شيء طبعا هو دايما بيضل يعلمك لانه مفعلين النظام التعليمي. هلا هون في عندي كم شغلة فما راح احتاج لها حاليا، فراح ابني هون نزل صاروخ. طبعا اهم شيء النطاق الازرق لازم يكون مكان فارضي، ليش؟ حتى تقدر تخلي المراكب تفتل في هذا النطاق الأزرق، تمام؟ يعني إذا كنت بنيت بنطاق، يعني شفت مثلا حطيته مثلا هون صار النطاق الأزرق كله مثلا هون، فصارت هاي المكان يعني حاجز الصاروخ بس ما يقدروا يشتغلوا بقلبه. هاي نقطة جدا مهمة لازم تركزوا عليها جدا، تمام؟ أيوة هاي نزل المكوك الفضائي. طبعا هون عندك القمر الصناعي لازم تعطيه أوامر إنه كشف لي المناطق هاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.